تضمن الملتقى البرنامج العلمي لورشة عمل الملتقى، حيث حاضر الممثلون عن الهيئة العامة للطب الشرعي عن مدى أهميته ودوره أثناء الحرب ومراحل تطوره والطب الشرعي بين الواقع والطموح. ملتقى مهم جدا بالتشارك مع وزارة العدل، رفع التعاون برفع سوية الطب الشرعي في سوريا من خلال العمل بدليل العمل، من خلال الرقي بالمعرفة لدى الأطباء الشرعيين، من خلال الدعم المادي للطبيب الشرعي وإلقاء الضوء على بعض النقاط والسلبيات وإصلاحها. نحن طبعا بهذا اللقاء رح نحاول ابتداء من سنة 2022، طبعا نحن في شكل جديد للطب الشرعي، في مواضيع كتير مهمة، منها طبعا موضوع التقرير الطبي الشرعي وشكله الجديد، موضوع دليل عمل الطبيب الشرعي، توحيد جداول العجز والعطل عن العمل والشفاء، موضوع الوفيات والتعامل معها من قبل الطب الشرعي، موضوع الخبرات الطبية، وطبعا موضوع أكيد الأخطاء الطبية وتوقيف الأطباء، طبعا كلها ضمن هذا الحديث والنقاش المفتوح اللي رح يكون مع الأساتذة والسادة القضاة. نحن كهيئة عامة للطب الشرعي رح نعطي محاضرات علمية وأفكار طبعا نناقشها نتبادل الرأي مع الأساتذة القضاة. هيك مؤتمرات بتزيد العلاقة بين الطب الشرعي كعلم طبي وبين القضاء كقطاع قضائي. هلا مؤتمراتنا هي دائما عم نكررها، واليوم زادت انه جبنا محامين عامين وقضاة على أهمية بعملهم، وانضافت إليها الICRC لإنجاز هذا المؤتمر المهم. هلا بصير الواحد يحكي للقضاة شو هي صعوبات الطب الشرعي، وبنسمع منهم شو هن الصعوبات اللي بيشوفوها من الطب الشرعي، يعني صعوباتنا مع القضاء وصعوبات القضاء معنا، حتى نوصل لدرجة عالية من الإنجاز العلمي. أهمية هاي الندوة بأنه لأول مرة بتلم متخذي القرار على مستوى القضاء اللي هن رؤساء النيابة العامة بالمحافظات زائد بعض القضاة، وبتضم رؤساء مراكز الطب الشرعي. الأهمية بتجي أن هناك مشاكل في إجراءات وأسلوب عمل الطبيب الشرعي، وهناك أيضا بعض الاحتياجات التي يتطلبها الطبيب الشرعي من النيابة العامة حتى يكون العمل على أعلى مستوى. هدف الملتقى الارتقاء بعمل الهيئة والوصول إلى مرحلة يتمكن فيها الطب الشرعي من القيام بدور استباقي في حماية المجتمع وعدم الاكتفاء بالكشف عن الجرائم والحوادث، وإنما محاولة منع حدوثها أو التقليل من عدد الحالات ما أمكن.